أخيرا يسأل هذا السائل يا شيخ، يقول: من صلى 12 ركعة من غير فريضة بنى الله له بيت في الجنة إلى آخر الحديث، ما هذه الركعات ومتى وقتها؟ لا أعرف هذا الحديث، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 12 ركعة ويوتر 13، أو يصلي 10 ويوتر بواحدة، هذا في صلاة الليل. وإذا فاتته صلاة الليل قضاها من النهار وشفعها فتصير 12. نعم.